تتبنى وزارة القوى العاملة رؤية واستراتيجية واضحة بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الملفات والتي أصبحت محل تنفيذ على أرض الواقع، على رأسها دمج ذوي الهمم في سوق العمل ودعم العمال داخل الشركات المتعثرة عن طريق صندوق الطوارئ، وسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من انتشار البطالة، إضافة إلى حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج. حول هذه الملفات وغيرها يحدثنا السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، كل عام وحضراتكم وعمال مصر بخير بمناسبة عيد العمل والعمال. اليوم ونحن نحتفل مع العالم أجمع بعيد العمال، تلك المناسبة التي تخلد نضال العمال، نجدها فرصة لكي نؤكد على أن تشريفكم فخامة الرئيس ورعايتكم لهذا الاحتفال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج، ذلك الضلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال. إنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير والحوار الوطني الذي يشارك فيه كل أبناء الوطن الشرفاء. فتاريخياً لخصت التعليم الأدبية في مصر القديمة التي أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم إيمان المصريين القدماء بأن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بناء على المستويين الاجتماعي والحضاري. ونحن الآن سيادة الرئيس والحضور الكريم نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر، وهي نموذج للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المالية المصرية والعربية برأس مال 1,500,000,000 جنيه مصري. يعمل بالشركة 16,000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، منهم 15,000 مزارع لزراعة حوالي 60,000 فدان بنجر سنوياً، بالإضافة لزراعة 25,000 فدان زراعة آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر. كما تنتج الشركة سنوياً 400,000 طن سكر تكفي 15% من الاستهلاك المحلي والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية. السيدات والسادة، أن وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية وبشكل علمي، قائم على حصر ورصد تلك الملفات والتعامل معها، وهي تعي جيداً هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة. فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وكانت تكليفات وتوجيهات فخامتكم سيادة الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل والاستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج وتوعيتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، والاستمرار الدائم والاستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة على عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والحماية للعمال تحت رعاية سيادتكم تتلخص فيه: نتعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنهم منظمة العمل الدولية في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة:
الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام. أصدرنا دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية في شهر أكتوبر الماضي كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل. كما تم الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال. استمرار الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلبي تطلعات طرفي الإنتاج في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار بفلسفة جديدة تحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وتوفر الأمان الوظيفي للشباب. مستمرون أيضاً في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك. تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدارس التعليم الفني بهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة، ومشاركة القطاع الخاص للاستفادة من تجاربه الناجحة في هذا المجال. وبشأن تكليف فخامتكم الخاص بذوي الهمم، فمنذ يناير حتى إبريل 2023 قامت المديريات بحصر 16124 منشأة من بين 23660 منشأة بنسبة 68% لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل 5% من إجمالي العاملين بها طبقاً لقانون 10 لسنة 2018، وجاري استكمال باقي الحصر والعمل على تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل. وللحد من البطالة، نتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل. عقدنا خلال الثمانية أشهر الماضية 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات شارك فيها 255 شركة، وأتاحت 24196 فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة. ولتقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة الغير منتظمة على المستوى القومي تحت إشرافنا المباشر بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها. كما إننا مستمرون في التوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها. يواصل صندوق أعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني في الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعسرة، حيث أنفق منذ تأسيسه حتى الآن 2,188,000,000 جنيه، منهم 1,600,000,000 جنيه لقطاع السياحة فقط. عملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وتحديث القرارات الوزارية المنظمة لذلك وفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية. الاستمرار في تفعيل منظومة التحول الرقمي لكافة أنشطة عمل الوزارة وميكنة الخدمات استعداد لإطلاقها على بوابة مصر الرقمية تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية. كما أطلقنا البوابة جيومكانية والتي تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة وإصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلاً عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار. وفي الختام، فخامة الرئيس، أيها الحضور الكريم، إن ما سبق جزء من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة تحت قيادة فخامتكم في إطار من التنسيق مع كافة الشركات كمنظومة واحدة من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز علاقات العمل والتمسك بثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ملتزمين بواجباتنا تجاه وطننا العظيم. سيادة الرئيس، أتقدم لفخامتكم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ما تقدمونه من جهود ملموسة لدعم العمل والعمال. وكل عام وحضراتكم وعمال مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.